تيتيان ليون الدور الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 21 في الروتور، وين شاهدنا كيفاش ليون يفوز بالنتيجة والأداء أمام سان تيتيان، وين شاهدنا كيفاش كانت الأهداف من الشوط الأول، وين شاهدنا هدفين الشوط الثاني كذلك، وين شاهدنا مارسيلو اللي سجل هدف كادويري اللي سجل الهدف في الدقيقة 16، مارسيلو في الدقيقة 36 في الشوط الأول وانتهى بهدفين لصفر. الشوط الثاني شاهدنا مارسيلو في الدقيقة 59، يعني الهدف الثاني ليه والثالث لنادي ليون، كادويري الذي سجل كذلك الهدف الثاني ليه والهدف الرابع لناديه ليون في الدقيقة 68. يعني وشاهدنا كيفاش جمال الدين بن عمري كان في الاحتياط، رايان شرقي، اسلام سليماني، يعني شاهدناه في الاحتياط في البدايه تاعهم كانوا في الاحتياط، وين شاهدنا سان تيتيان وين الدفاع تاعو كان خارج مجال التغطيه، يعني كان خارج مجال التغطيه، شاهدنا كيفاش الفارو تيمونتي شنا ماجيل شنا يافين ايمن معيوب المهدي كامارا لوكاس رومان حمومه كارليس، يعني كانت شاهدنا كيفاش سيدو اللي دخل في الدقيقة 69، عادل عواشيش اللي دخل في الدقيقة 69، يعني كانت المباراة وين نقولوا بلي أنطونيو لوبيز في الحراسة تاع ليون، جيسيون مارسيلو المسجل هدفين ليون، ماتيا تيغو مانديز نقولوا بيرناو كار توك ما فيش يعني كادويرو في الهجوم، يعني وين قادوا هما الهجوم خاصة وين شاهدنا كيفاش كانت سيطرة كبيرة من جانب ليون في هذه المباراة، وين شاهدنا كيفاش رغم أن ليون سان تيتيان وين حوس باش يعود في النتيجة لكن بدون جدوى، وين أمام فريق عرف كيفاش يسجل هدفين في الشوط الأول، عرف كيفاش يسجل في الشوط الثاني، وين شاهدنا كيفاش غارسيا المدرب تاع ليون كيفاش دخل بخطه 4-3-3، شاهدنا سان تيتيان اللي دخل بخطه معقده نقولوا معقده، كلود بول اللي دخل بخطه 4-1-2-1-2، يعني نقولوا بلي 44% نسبه استحواذ سان تيتيان، 56% ليون، 436 تمريره ليون، 279 تمريره بالنسبه سان تيتيان، يعني اليوم سان تيتيان وين نقولوا بلي قدم مستويات كبيره، يعني وين شاهدنا الهدف الخامس يعني في الدقيقه 82 هدف خامس كذلك، وين نقولوا بلي اليوم وين سان تيتيان لعب بقوه، قلت لك سان تيتيان ليون ويلعب بكل قوه من اجل الفوز، من اجل كما نقولوا حنايا 82 سجلوا الهدف الخامس، وين لعب من اجل الفوز والعوده للصداره، يعني والنقاط الضائعه الجوله الماضيه اليوم عرفوا كيفاش يسجلوا دخلوا بقوه ويسجلوا اهداف، يعني وين كانت نقولوا باللي مباراه اللي كانت ديربي بين ليون وسان تيتيان، وين اليوم وين ليون يفوز على سان تيتيان في ملعبه، يعني وين ديربي حقيقي، يعني كانت المباراه مفتوحة على الجانبين، شاهدنا كيفاش ليون لعب بربعة 3-3، شاهدنا ما كانش لعب مغلوق، يعني لعب على روحك برك، وين شاهدنا هدف ضد مرماه دينيس وين في الدقيقة 82 من ضغط كبير اللي مارسه ليون، وين دينيس يسجل هدف ضد مرماه في الدقيقة 82، هذه هي الجولة 21 سان تيتيان 0 ليون 5 أهداف في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.